مدينة السحر ودرة البحار وحاضرة الحب والتعايش والوئام، هكذا تسمى عدن، وهكذا هي مدينة تتنفس البخور والفلة وعبق التاريخ. رادت عدن المنطقة في الكثير من مجالات الحياة، إذ أنها أول من مارست الرياضة وعرفت المسرح والصحف والتلفاز. لكن المفارقة أن عدن وفي القرن 21 فقدت شيئا من بريقها الوهاج بالثقافة والفن والتجارة والرياضة والأدب. هنا في مديرية التواهي كان لعدن السبق في تأسيس أول المسارح في الجزيرة العربية، حيث تم تأسيسه عام 1971. أما إذا أردنا أن نتعرف على تاريخ عرض أول عمل المسرح في عدن فقد كان في عام 1904. المسرح الوطني بالتواهي كان إلى ما قبل عام 1990 يشتغل بأعلى وتيرة، محركا العجلة الثقافية بالكثير من الأعمال الفنية والإبداعية الهادفة، غير أنه وبعد ذلك التاريخ هرول وبسرعة جنونية إلى هذا الوضع. هو اليوم مأوى للغربان بعد أن أحرقت حرارة الشمس كل أعمدته الخشبية وأكل الصدى جدرانه، احتضر حتى مات كما تموت هذه الطيور على جنباته. أي خراب هذا، وأي تدمير، وأي عبث، وأي إهمال، ولكم هو مؤلم هذا المآل. نريد أن تحدثنا عن هذا المسرح، المسرح الوطني في التواهي الذي أسس في عام 1971 تقريبا. أيام كان في قمة عطائه، أيام كان في قمة العطاء يعني. طبعا في كان برامج يعني، في مسرحيات كانت تقوم مسرحيات، وكان اللي وفود كانوا برضو يقول يزوروا المكان هذا، كان يقول رؤساء الدول، لأن المبنى الوحيد كان المسرح هذا، كان المسرح الوطني في الفترة هذه يعني إلى ما قبل الوحدة تقريبا. بعدين استوت الحرب 94، كان الملاك يطالبوا بعودة المبنى يعني حقهم، بعدين عادوا لهم بدل ما يعوضوهم بدل ماذا، عادوا فكوا الكراسي، فكوا الحاجات الموجودة، كانت كلها كامل وبدون ترميم بدون أي حاجة، وعطوهم هكذا بدون تعويض بدون شيء. بالنسبة للملاك في إمكاني إنه الآن يبيعوا لطرف آخر، مستثمر آخر، طبعا يبيعوا المستثمر يعيد تشغيله، لا احتمال هكذا، احتمال يبيعوا يعني إذا في مثلا مستثمر برممهم جديد وهكذا، بس يمكن يكلف يعني. هل لديك تواصل مع الملاك؟ ايوه، هم طبعا يشتبعوا لانهم اسره كبيره، منهم اسر كبيره وبعضهم ناس كبار يعني، بعضهم يقول لك بعض الحين خلاص نشتري نبيع يعني، لكن لقي مستثمر يعني بيقدر يبني يعني رممهم من جديد. ان كانت قد سكنت الغربان المسارح واتخذتها اعشاشا، فإن الكلاب هي الأخرى وجدت في دور السينما بيوتا آمنة وتقاتل أكثر من البشر على حرمة البيوت. من يستطيع أن يتعدى عتبات سينما رادو في المعلى؟ قطعا لا أحد. دور عرض أخرى أوصدت أبوابها منذ زمن، وليس لها من قيمة إلا كعناوين يهتدي بها البشر للتعرف على الأمكنة، كسينما ريجن أمام فندق عدن، مع العلم أن السينما في عدن كانت إحدى أهم دور العرض السينمائية للأفلام العربية الجديدة. وفي الوقت الذي كانت فيه القاهرة تعرض تلك الأفلام كانت أيضا تعرضها عدن، إلى جانب اشتراك الكثير من الفنانين في عدن بأعمال مسرحية وسينمائية عربية. مش مصاب
الحياة ضحيت له عمري وحبي. آه انت يلي كنت تاخد من حياتي كل دقيقة، مش مصدق انك انت بين احضاني حقيقة، بل واجمل من حقيقة، احلى من افراح عيدي، اغلى من دنيا وجودي. انت معنى من جمال الكون النور وسيره، انت ظهره، اه انت عشره، انت وصف الحيرة الحسن المتيم فيك سحر. البعض يقول انه في ربما ركود في الحركه الثقافيه في عدن، الان نعرف اهم الاسباب هذه. الركود في الثقافي في عدن طبعا له عده اسباب وعوامل عديده، يعني طبعا هذه عشناها بعد الوحده مباشره. طبعا لما نقول انه بعد الوحده هذه لا يعني بانه فيها تحديد موقف من الوحده او لا، وانما الواقع بشكل عام، لانه الثقافه التي سيطرت هي ثقافه، قلنا ثقافه اسطوريه وثقافه ثقافة رجعية بشكل عام، يعني لذلك أهملت هذه القضايا بشكل عام، يعني مسألة المسرح، مسألة السينما، مسألة الثقافة بشكل عام. يعني حتى لو تجي تمسك طالب مثلا في الجامعة ما يعرف عن شيء، عن ما حد اسمه طه حسين أو توفيق الحكيم أو سلامة موسى، أو بشكل عام الثقافة في عدن للأسف الشديد انحطت يعني أو تدهورت، هذه بشكل عام. يعني تعتقد غياب السينما والمسرح أثر على ربما تدني مستوى وعي المواطن هنا في عدن؟ المسرح او السينما مش هي عامل لرفع درجة الوعي، وانما التربية والتعليم بشكل عام ضايعة، يعني المستوى التعليمي بشكل عام غير موجود. فاذا كانت هذه الاساس غير موجود، فايش اللي تتوقع من المسرح او من السينما ان تدرج، او حتى التلفزيون؟ يعني لانه حتى وسائل الاعلام ما فيها الصحافه لم تقدم اي شيء جديد، يعني حتى من بعد 90 يعني. فلو تلاحظ الصحف بشكل عام، او لو تلاحظ الاذاعه او التلفزيون، تعمل على تخريب وعي المواطن، بعكس مع انه المفروض ان تحفز المواطن وترفع من مستوى وعيه، لكن للاسف الشديد هذا ضايع، لانه زي ما قلت لك الثقافه خرافيه اصبحت عندنا. هي هذه المشكلة، إذا كان التربية والتعليم غير موجود، إذا كانت الجامعة ضايعة، وإذا كانت وسائل الإعلام لم تساعد الإنسان على التطور، فهذه كلها عوامل محبطة. يعني مسألة أخرى، في حاجة اسمها حداثة وتحديث. نحن بشكل عام في اليمن، سواء في الجمهورية العربية اليمنية أو في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، اهتمينا بالتحديث وأضعنا الحداثة، وهي مسألة الفكرة أقصده هنا الحين. أين ذهبت على مستوى المباني، مثلا المسارح، السينمات التي كانت موجودة في عدن؟ هذه جزء من العملية. يعني لو أنت قلت أول كلام حلو بأنه المسرح في عدن له من 1904 أو بهذا الشكل بالضبط، يعني من 1904، فيفترض أن يكون المسرح الآن إلى درجة معينة من التطور، لكن للأسف الشديد يعني مع أننا أرى بأن المسرح بعيد عننا في الوطن العربي وفي اليمن بشكل عام، لكن ومع هذا طالما أن المسرح بدأ عندنا في 1904، الحركة الرياضية من 1898 أو 88 ومش عارف إيش، فللأسف الشديد لأين وصلنا. يعني إلى جانب أنت حملت أو أعدت السبب للثقافة المجتمعية الأسطورية ذي، هل بإمكاننا أن نحمل جهة معينة هذا التدهور؟ السلطة أنا ما حملش الثقافة المجتمعية، وإنما حمل السلطة، النظام السياسي بشكل عام. أنا دائما ألح على مسألة النظام السياسي، فإذا النظام السياسي وعي النظام السياسي، أو النظام السياسي يميل إلى طبقات أو إلى فئات معينة، فهو هنا ما هي الثقافة التي يحملها؟ فإذا كانت ثقافة النظام السياسي ثقافة تقدمية،
فهنا سنحس بأنه في وعي الناس بدأت تتطور، لكن إذا ثقافة النظام السياسي ثقافة رجعية ثقافة نكوصية فهذا ينعكس بشكل عام على ثقافة المجتمع. من أهم من النظام السياسي يهمه بشكل عام أن يكون الجماهير مغيبة حتى يستطيع أن يتأبد أو أن يكون أن يستمر في السلطة إلى فترة أكثر، يعني أن تضمن له البقاء فترة أطول. لكن إذا قام النظام السياسي بعملية فرملة المجتمع ورفع نضجه أو وعيه، يحس النظام السياسي بأنه ممكن أن ينتهي بكرة أو غير بكرة. يعني أنت تحضر الآن مسرحية للشباب بخصوص الغش وكذا، ما مدى تفاعل الجمهور مع المسرح حاليا؟ صدقنا يعود على الكاتب المسرحية، يعود على الأدوات المقدمة، لأن هذه كلها تتفاعل. ربما تكون مثلا عملية النص رائعة، لكن عندما تغيب الوسائل الأخرى المتعلقة في المسرح فالنص ربما لم يقدم شيء. مسألة أخرى ربما يكون النص مش إلى تلك الدرجة من الإتقان، فالممثل هنا يلعب دور الذي على الخشبة والذي على المسرح. فهناك عوامل تتضافر فيما بينها، يعني النص، الممثل، الأدوات الموجودة، هذه كلها تتفاعل، لكن عندنا احنا للأسف الشديد هذه كلها مغيبة. فنانون وممثلون ومخرجون ومثقفون في عدن يزفرون الآه كجمر على ماض مسرحي وسينمائي وحركة فنية كانت فيها عدن منارة علم وثقافة. هم اليوم وقد سكنتهم الحسرة بفعل الإهمال دون حراك، يلوكون أعواد الغات ويمضغون مرارة الواقع وذكرى كانت جميلة. أستاذي، إذا ما أردنا أن نتحدث عن المسرح والسينما في عدن، أوجه القصور أو مكامن القصور في هذا الفن؟ مثل ما هو السائد في جميع ومختلف أنواع الفنون، والتي لا تعاني من قصور، المسرح، السينما، الموسيقى بشكل عام، الفنون الشعبية عامة، هذا كمان المسرح والسينما جزء لا يتجزأ من القصور الحاصل من قبل الناس المسؤولين عن هذا المجال، وبالوجه الخصوص وزارة الثقافة والإعلام وكل مهتمين. المسرح والسينما أنا اللي ألاحظه في هذه الفترة أنه تقدم أعمال مسرحية بواسطة شركات وقنوات خاصة تغدر وتبذل جهد في هذا المجال بشكل فردي وخاص، منها يعني لتقديم شيء يعني للوطن اليمني هذا بمجهود خاص من هذه القنوات، وخاصة وعلى وجه أخص بالذكر قناة السعيدة الحضانة بجهود ذاتية تقدم ما يعني يرتاح له الناس وتمثل يعني هموم الناس وفرح الناس. هل من تكريم لك صفتك أول عازف ناي؟ أبدا ما حصل تكريم خاص لي أنا، اللهم يعني تكريم كذا على مستوى منتديات الذين هم مهتمين في الجوانب الثقافية، يعني شهادة تقديرية، وهذه برضو نعتز فيها حتى لو كانت ما تحملش مدلول مادي في هذا الجانب، إنما واحد يعتز في كون أن الناس هذين يكرموا يعني بدون وجود التكريم الحقيقي اللي المفروض نتلقاه من جهات مختصة تتكفل بحياتنا اليومية وآمالنا وطموحاتنا. محمد ناصر الشراء رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في عدن، زرناه إلى منزله وكان كغيره من المثقفين متذمرا وحزينا على ما طال عدن في ثقافتها وفنونها. عدن، الثقافة، الفكر، الموسيقى، المسرح، السينما،